من أعظم قادة عمان عبر التاريخ، إننا في عمان نعيش حقبة ذهبية بقيادة السلطان السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي. في هذا العهد الزاهر امتد نفوذ عمان إلى أقصى مدى، فامتدت إمبراطورية عمان لتشمل جزءا كبيرا من الساحل الشرقي لإفريقيا. لذلك أمر السيد سعيد ببناء أسطول تجاري وعسكري ليحمي الممتلكات الشاسعة الممتدة، وليصبح أسطول عمان الحربي والتجاري من أكبر الأساطيل في العالم، وتمتد قواعد هذا الأسطول في مختلف البقاع، وتصبح عمان قوة اقتصادية عظمى تنقل البضائع إلى كل مرافق العالم. أنا معجب بفطنة السيد سعيد وعقليته الدبلوماسية العظيمة، وكنت أنا أحمد بن النعمان الكعبي الساعد الأيمن للسلطان سعيد، فقد كنت كاتبه ووزيره وخازن أسراره، وكان يوكل المهام الصعبة لي. تميزت عمان في عصره بعلاقات خارجية ليس لها مثيل، فاحتلت مركزا مرموقا في أوروبا وآسيا وإفريقيا في ذلك العصر. ها هو السيد سعيد يرحب بعقد اتفاقية عمانية مع بريطانيا العظمى لتنظيم التجارة والملاحة بين البلدين. نرحب بسفراء المملكة المتحدة. You are welcome. وها هي معاهدة عمانية أخرى مع فرنسا لمنحهم امتيازات تجارية. معكم أيها الفرنسيون حتى لتتميز عمان بمعاهدات وصداقات مع مختلف الدول. ستخرج يا أحمد بن النعمان متوكلاً على الله على رأس بعثة الدبلوماسية لتوسيع خطوط تجارتنا وتقوية العلاقات مع دول العالم، فأنت ساعدي وخازن سري. اقطع البحار واقصد حضارة الصين وبادلهم السلع، فما أجود خزفياتهم وما أمهر صانعيهم. ثم اسلك طريق الهند ففيها من الأخشاب والتوابل والفاكهة، واقصد بعدها أفريقيا، ثم اقصد حلفاءنا في أوروبا والبحرين وغيرها من الدول. توالت مهام السيد سعيد لي. لقد كان يوما عصيبا حينما هاج البحر واشتدت الريح، وقد جنحت السفينة الأمريكية بيكوك على بعد 50 ميلا من جزيرة مصيرة، فأنقذناها ومن عليها في رحلة خطيرة لا يمكنني نسيانها. فقدنا سفينة الطاووس بيكوك إلى ميناء مسقط لترسو بسلام. فعم الخبر في أنحاء الولايات المتحدة وشاع،
فصارت سفينة عمان سلطانة محل ترقب وإعجاب. وقعنا في عمان معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة، وإني أعتزم على أن أبعث بسفينتنا سلطانة إلى نيويورك لتقوية العلاقات والمتاجرة. وإني يا أحمد بن النعمان لا أعلم خيرا منك سفيرا لعمان وممثلا لها، فأنت أمين سري، وكل مهمة أوليك إياها أراك صاحب حنكة ورؤية سليمة. وإن سفينتنا الضخمة سلطانة هي أفضل سفننا، وهي التي أوليتها عنايتي، فبنيت في مومباي الهند، ورفعت أشرعتها على 3 صواري، وزودت 14 مدفعا، ثم حملناها إلى مسقط لتنقى وتعدل حتى تكون على الطابع العماني. أنا لها يا سلطان عمان. خرجنا بالسفينة سلطانة، نقطع باب البحر ونعبر المحيطات الواسعة، وقائدها الربان البريطاني ويليام سليمان. وكانت السفينة سلطانة قوية بما يكفي لمجابهة الريح ولكسر عتو الأمواج. نحمل في جوف سلطانة هدايا من عمان الرئيس الأمريكي، جوادان عربيان ومجوهرات نفيسة وعطور وسيف مرصع من الذهب وغيرها من الهدايا الفاخرة. وحملنا بضائع عمانية من القرنفل والجلود والتمر العماني والسجاد الفارسي والصمغ العربي وبضائع أخرى لعرضها في أسواق أمريكا. على ظهر سلطانة تمر الأيام ويزداد التحدي لإتمام المهمة الدبلوماسية، وها نحن نقترب ونقترب. بعد 87 يوما قضيناها في البحر، وصلنا بحمد الله إلى ميناء نيويورك لتحمل السفينة سلطانة أول مبعوث عربي إلى الولايات المتحدة، وليشيع خبر وصولنا في أمريكا. وبعد الوصول ها نحن نلتقي بأعيان نيويورك، وقد لقينا منهم الترحيب والتكريم لعمان، وأقيمت لنا اللقاءات والمآدب الرسمية. وقد بلغنا الرئيس الأمريكي خطابين مكتوبين من السلطان السيد سعيد، يعبر فيها عن مشاعر الصداقة والمودة التي يحملها السيد سعيد للرئيس والشعب. وبعد أيام قلائل وصلت لنا دعوة من النائب فيسك رئيس سكة الحديد للقيام بجولة بالقطار لآخر الخط الحديدي. لقد أتممت المهمة الدبلوماسية في الولايات المتحدة، وقد بعث الرئيس الأمريكي معنا الهدايا وخطابا لسلطان عمان يقول فيه: لقد كان من دواعي السرور والرضا أن يقوم بين عمان والولايات المتحدة ما نوده دائما من صلات مفيدة في مجالات متعددة. وها نحن نعود إلى عمان التي تعاملت مع الجميع بالدبلوماسية والحكمة والسلام. أحمد بن النعمان الكعبي.